آله وصحبه وسلم. المحارم، من هم المحارم؟ المحارم هن النساء التي لا يجوز الزواج منهن، في منهم على التأبيد وفي منهم مؤقت. يعني انت لك محارم، المحارم دول ثلاث انواع، في محارم من النسب، وفي محارم من الرضاعة، وفي محارم من المصاهرة. يعني ايه؟ يعني في نساء بتحرم عليك عشان هي امك، هي اختك، بنت اخوك، كل دول اسمهم محارم من النسب. وفي محارم من الرضاعة، واحد رضع من واحدة، فالواحدة دي أصبحت أمه في الرضاعة وبنتها أخته في الرضاعة، خلاص يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، زيهم زي بعض بالظبط. تالت حاجة إن أنت اتجوزت، لما أنت اتجوزت من واحدة، البنت دي أمها بقت من المحارم المؤبدين اللي هي حماتك. زي أنت عندك ابن واتجوز واحدة اللي هي مرات ابنك دي من المحارم المؤبدين. طب هل أخت الزوجة من المحارم؟ المحارم الإيه؟ المؤقتة. عمتها، عمة مراتك، خالتها من المحارم المؤقتين. طب هل المحارم المؤقتين دولا ينفع إن أنت مثلا تاخد مرات أخت مراتك وتروح معاك مشوار؟ ينفع؟ ينفع؟ أخت مراتك؟ لا لا لا، لأنها مش محرمة. أخت مراتك؟ إحنا قلنا إن هي من محارم إيه؟ المؤقتة. ينفع إن أنت تشوف من المحارم المؤقتين دي زي ما أنت بتتعامل مع أمك أو أختك أو كده؟ زي ما بتتعامل مع حماتك زي كده؟ لا. ما ينفعش تركب وراك موتوسيكل. ما ينفعش تاخدها في عربية وانت رايح مشوار. ما ينفعش ان انت تروح معاها مشوار لوحدك كده. ما ينفعش. هي بتعامل معاملة غير المحارم، ولكن التحريم له سبب اللي هو وان تجمعوا بين الاختين. يعني انا ما ينفعش اتجوز واحدة واختها، ده السبب اللي ايه؟ اللي اتحرمت عشانه، مش ان هي من المحارم الايه؟ المؤبدين. لان لو السبب ده زال اللي يحصل ينفع ان انا اتجوزها؟ ماتت، حصل حاجة، طلقها، كذا، ممكن يتجوز أختها. إنما ما ينفعش هو إيه؟ يجمعهم الاثنين. نفس الوضع المرأة وعمتها والمرأة وإيه؟ وخالتها. السؤال هل أنا ينفع إن أنا أنظر إلى المحارم وفي بينه وما فيش بينه وبينهم حدود، ولا بينه وبين المحارم حدود؟ أنا بسألش الجوائز، لا لسه بينه وبينهم حدود. اسأل عادي، احنا هنتكلم في حدود بيني وبين المحارم. يعني في حدود بيني وبين امي، بيني وبين اختي، بيني وبين عمتي وخالتي، في حدود. ايه هي الحدود؟ حد يعرف؟ ده الاستئذان. ده ايه؟ الاستئذان. الاستئذان ده نوع من انواع الحدود اللي بينه وبين المحارم. يعني ايه الاستئذان؟ يعني لو انت عايش في البيت واختك معاك او امك موجوده او اي حد من المحارم النساء، يعني انت لازم انت تستاذن. تستاذن ده يعني ايه؟ تخبط. يعني ما ينفعش اختك قاعده في الاوضه بتاعتها وانت تيجي على طول تقوم فاتح الباب وتقوم داخل عليها كده، ما ينفعش. ده مش من الحدود اللي موضوعه بينك وبين المحارم. نفس الوضع مع امك، ما ينفعش ان انت تدخل البيت عليها، ان انت تدخل تزق الباب وتدخل كده، لا، تستاذن. تستاذن ليه؟ حتى لا يطلع الانسان على اكثر مما حدده الاسلام. ايه بقى اللي حدده الاسلام اللي انت تشوفه من المحارم؟ انت تشوف من المحارم ما يظهر غالبا. يعني ان الام في بيتها او اختك او كذا لابسه لبس البيت، يعني ممكن شعرها باين، ممكن دراعاتها مثلا باينه، ممكن يكون اجزاء معينه باينه، ده الغالب بتاعنا. يعني كل النساء في البيوت كده، المحارم ده معنى ما يظهر ايه؟ غالبا. طب الزياده؟ لا. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش واحده تكون اخوها موجود في البيت ويكون مثلا فيه محارم، وان هي تكون لابسه لبس
ضيق او ان لبس مكشوف، حتى لو امه. انا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن اعلى درجه، اعلى درجه سقف المحارم دول هي الام. الام ما ينفعش ان هي تلبس لبس خارج، تمام، اللي هو لبس بيتي زايد عن اللازم قدام ابنها. طب السؤال، لو ان في شاب الان في مرحله مراهقه، هل ينفع ان هو يشوف اخته وهي بترضع؟ لا. ينفع؟ ليه؟ ايه السبب؟ ان كان في حاجة. ايوه، ان كان في سبب، ان كان هو اخلاقه معروف عنه ان اخلاقه مش كويسه. لا لا، احنا انا قلت كلمه اللي هو فين؟ في وقت المراهقه، سن المراهقه ده وقت ان الشاب ده ممكن يكون عنده الشهوه، فاحنا في الحاله دي علشان نمنع فتنه او نمنع ان هو يطلع على عورات، تمام، دول المحارم، فانت في الحاله دي الواحده ان هي تراعي النقطه دي. طب لو ان مثلا اخوها بيشرب مخدرات، مش مفهوم مراهقه بقى، كبير ومتجوز، او ابوها بيشرب مخدرات، يتعامل ازاي؟ يتعامل معامله غير المحارم. شوف الاسلام يحافظ على كل حاجه، بيقول لك ان ما ينفعش ان هو يخلو باخته لان هو ماهوش كويس لا عقليا ولا اخلاقيا ولا اي شيء، فيعامل معامله غير المحارم. ممكن يكون ابوها ويعامل معامله غير المحارم، تداري شعراء قدامه، تلبس اللباس الحجاب بتاعها كانها طالعه ماشيه في الشارع. لك ان تتخيل هذا، دي حدود وضعها الاسلام بينك وبين المحارم عموما. المحارم المؤقتين عشان الفهم ده خطا، اللي هي اخت الزوجه او عمتها او خالتها، ما ينفعش ان انت تسلم عليها، ما ينفعش ان انت تتعامل معاها معامله المحارم، هذا امر